بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دروستي أني تحنها هايد أي نوسة وسعتي أي كسها بسنيد تدبر كقرآن كريم فهم معناها قرآن كريم معناها قرآن كريم كفهم كيس إياك تدبر كيس إياك وفكر كيس إياك نسيو دي دونان. وأنا حلقتي شنية طبنات ولينا وحن كوكو دجرنا سورة الفاتحة، لكن عاو هدي إلهي إدمو وحن كهل دونا آيات داود بيسا سورة الفاتحة. هورانا وينو واحد لني لبا قول أياكو سوغان إني آيات دانتاي هل آيات وعلمذا قبا إياغو إن بسن كو أي آيات هاي سيدة إمام الشافعي يوكالين علمذا كالي أي مذا أجل ذا كأي يقول قبا إنينا بسن كو أون كمد أحين سورة الفاتحة أو بسن كو يهي آية مستقلة إياغو مركا وحي قبان صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إنه تامر كالبا آيضو. لكن تيا أنو قادنا بقى هذين متعاقد أنو إن بس أو كم دي هاي إيه سورة الفاتحة وآيات دي مركا قدام بيسين مركا وحن قياس إن شاء الله تعالى إن أي نبو قادته وسديد حلقة دوت أما يعني سديد فردي أما ليح ونقدر إن شاء الله تعالى تين نقط. هذا بقول على يال ما أنت وحن كهلا ناي وحن شرح دونا سجود آيات دا وقدم بيس سورة الفاتحة دا بدينا حنونك إيو وحيالها لغا فايدة السنة يا أما أولا جيدوينك إلهي أو جيدو سودة جينت آيات دا أيان إن شاء الله تعالى أي نفافهين دونا بإذن الله. طيب ها معناها أن هذا الصراط المستقيم صراط كان وكل صوشيك آيات دي هوريسمان إهدينا الصراط المستقيم. هذا بس سيرا معناه وحوين آياتنا صراط الذين صراط وجدك معني سوحن وجدك توصن أي قادين كوي إلهي أو نعمي كوا سينما حيهين وحا إنو فصير يا قرآنك وحويان وحوه ري أنبياء النبياء صديقين ترون شيغياشا شهداء إيا الصالحين تتكون وناكسا يا أولياء الله. مركا آيات دا سنة و آيات دا كجرت سورة النساء آيات دا سقالي الإحدانات الله سبحانه وتعالى وحليه وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ها قفك وحلي الله الله الضيعة يا رسول كي سأضيعة يا رسول كو وحا أو فريو يا لا وحا أو كان هنا يو أو إلهي أو سو ديبين كفو قادها الله وحليه فأولئك كواسي مع الذين كوي لجركو ذا أيهين أنعم الله إلهي أو نعمي عليهم كركو ذا من هم هذا كواسي وأيهم إلهي بأنه شاكي آية دلفت ذا وحوين ومن النبيين والنبي ذا والصديقين يكوى رنشاكياشا والشهداء يكوى مركا شهداء ذا والصالحين يكوى مركا سنوناكسا. إذن آيات دني سورة النساء سجال الإحدانات وحي تفسير أطهي صراط الذين أنعمت عليهم إله وحد نجوه نونساء جدك كو أذن نعميس كو لون نعمي آية داس النوش أكتر ما حاوه الرجال صوق لي وح صوق لي عم بيضع عين من ندي وح كو حق الصديقين تا شهادة دا يا الصالحين تا هذا بقى كو سي وكو إلهي أو نعمي وإلهي بقرآن كا كل شيء قولي أنعم الله عليهم إلهي بمركز ونعمي إلهي بكتل ما من قرآن إنه نعمي تاسنا وتفسير كمرك الله فسره مناسبوين بدنا واني كهذلني تفسير كقرآن كا يدروستي أي نكش رحني مقدمة أصول التفسير أما أصول التفسير كأنه كهذلني مرك قرآن كلا فسره يو قرآن كمراتب وليه أعلى أجل درجة درجة أقوانا كسنة قرآن كإنه كفسره والقرآن بالقرآن آيات دانا مركاز إهدينا الصراط الذين أنعمت عليهم وحنو فصرت آيات سورة النساء مركاز تفسير كاني وتفسير كأوسر واحد كوحيقة تفسير إن قرآن كاللغو فصره كلام كرسولك صلى الله عليه وسلم.
هذانا كلام الصحابيين، هذانا كلام التابعين استا مركاس ها هذانا مركا واحد سوق لي مركاس لوقدي يبيان كي مركا مركا إن لفيريو. إذا ما حنر وهو أجل أنواع أنواع التفسير ها وأشرفها كما هو معلوم. هذا بكواسي أنبياء أه إيو شه الصديقين تي الشهداء الصالحين تا أي نوشك سورة النساء كواسي وأهل الهداية والاستقامة وكو هنونك إهل أه توسنان تن إهل أه أو إلهي أقري أو قرآنك كشيغي إننا لنوبة هنيهي إنه كدينو سيدا أوجد أي أيوة الله سبحانه وتعالى وحو أتيري جدك إليهم إيجا جدك بو إيجا أتيري أو إيجا مركاس أيولي واجدك كواس أي قادين إله نو هنوني وانا مركا ما لنتي وغيران تضبيط تونجي أنا لهنا مركا سيدي مركا أي نصوت الماني أبين ندي دويت مركا أي نكسو هاد ليننا إلهي صوبت أو أتيري كواس وامحي باعتبار أنهم السالكون له إياه مركا إنا يهين كوي مركا جدك قاضي إله كواس جدك مرين ندب مري إله ربك يو أدقان كوي دي سني صفك أو نبي محمد صلى الله عليه وسلم أو هقامين يو يا أبو بكر يا عمر يا عثمان يا علينا أي دبتاقين يهين كاسان إله ربك يو كوي دي سني وحويا كالمدة عن لينا هاي سورة الفاتحة معناه ولا لواسدة كواس وكو قاضي ويسيدة إسلاه قيد الله سبحانه وتعالى أو سفاية تبارك وتعالى سيدو كالي ها ميلف ربضان أيان القرآن كدعا إلهي سورة شورى وحكولي آية صدح يكون تناد صراط الله جدكي الله مركا الله إمك محو تيري جدكا إساقا يسكو تيري صوبت إلهي يسكو تيري نوامحي وإلهي واك إنو تلمامي إلهي واك إنو جدي أنا إن فري إنينو جدك قادنو مركا فرق عصاو دحيا صوبت اللوغو تيريي أنبيادا إيو صديقين تأيو شهداء صالحين توحوهي إيجا قادة يو دريقا يين ربنا إلهينا سبحانه وتعالى مركا أو يسكو تيريو يسكو دافينا إضافة داسي وحوهي إلا سبحانه وتعالى إساق أيا إنو جيدي إساق أيا شرعيقا إنو ردقا إساق أيا مركا إنا مريم مركا ولا ليال دريقا سي ودريق حقا كوا سنا وكوا مركا انت اين الهنا صراط الذي اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم هذا الهم حين ويدي سنة غير المغضوب عليهم ولا الضالين سمعنا رانو تاسنا ومحي الهي وحن كما قلنا ان اين نقادنا جيدك اي قادين كو او الهي او عراضي هذا بكو أو له عراضي معنى هي دوام حي هذا نسق دو شيء وفاهين دون إن شاء الله تعالى مع حلقات قصص صعدا كو له عراضي وتعريف كود أما قيحتان كود وكون إله من ومرك صفر وصدا وكو أجادي حق إن كو عمل فليم هذا سكجرو وكو أجادي حق إن كو عمل فليم جروب كأوهرية ما كوحد أوهرية أو أرن كاسو كود دبابة ينا ويهود دوي ويوحى كسوغ النبي صلى الله عليه وسلم ها ساين قدال كتل مامي دون إن شاء الله تعالى إن قول دا يهود دا إيو عيد والبو شكل قو دالي أو دقن كو دالي هبا ويسوغ ليسا هذا محاين إن مركاس إن قيحتان كقود ومحاي وهم الذين عرفوا الحق ولكنهم لم يتبعوه وكوا وقادي حقا لكن أنا الراعي مركا كوا سنو وكوا أيهود هو قامين يسو إلهو مركا كلي هاتي مغضوب عليهم ما هؤون سائدت بدن كود وفهميان إن يهود أون أيتهاي لكن وحا صوهوس كلا يوحي دقن كود لين قفكي حق أغادي إي حق كبيرة إي سن في قود إي دقن كود يشعي وصوه قليا هدنا تا مركا لغسو قدبو آيات دوحا قدن بيسا ورا الضالين سماهم آيات داسنا ولا الضالين وحن إلهو كام بغن قلينا إنا انقادنو جيدك كوو اللومي كوو اللومي نمحيهين كوو اللومي قيحتان كو دواكن هم الذين لم يعرفوا الحق أصلا فضلوا وكوو إيجو أن حق أغانين با اللومي كوانا وحا أغوه الرأي كوو سوق لكوح دوه الرأي سيوامحي واني من كان نصارى دالله إلهة ومسيحيين تا أيو كود بوبيا مركا
waa iyagu fahum ahlu dalaal, kuwaasi lunsanaanta ehelkeeda weeye, iyo wixii sifadooda leh iyo xaalkooda lehna way soo galayaan. Markaa haddaba ducada aynu leenahay in ilaahay weydiisayn oo ilaahayna uu ku yidhi xadiiska qudsiga ah, walicabdii maa sa'al, ilaahay waka uu leeyahay marka addoonkaygu wuu baryayaa waxa uu addoonkaygu weydiistana uu leeyahay waxa waa maxay? Ihdina siraata almustaqiim siraata aladiina ancamta calayhim gayri almaqduubi calayhim, saas wey. Markaa haddaba aayaddan walaalayaal waa shifaaun lilqalb, qalbiga dawo ayay u tahay, qalbiga muslimka ah dawo ayay u tahay. Maxay dawo uga tahay? Waxyaalaha cudurada qalbiga ku dhaca ee cilcilka la yidhaahda, ee waxa weeyaan xanuunka ama waxa weeyaan waswaasitaanka ama waxyaalaha cudurada qalbiga ku dhaco dhan ayay dawo ka tahay. Waxaana ugu horeeya juxuudka, waxa la yidhaahda ilaahay qofku inuu diido, iyo jahilnimada oo jahilnimada ah, iyo dalaalka. Marka haddii aad ogaato ood fahanta aayaadkan, waxaasoo dhan buu ilaahay kaa danweynayaa. Sidoo kale waxa ku jirta oy tilmaamaysaa oo dalaalada ku jirta walaal, waxa weeyaan waa acdamu nicma calaa ilaaq, inuu hanuunku yahay iyaan ka faa'iidaysanna walaalayaal, ama hanuunka ugu weyn oo ilaahay siiyo bashar aw abuuray waxa weeyaan alislaam, qofka islaamnimo la siiyey wax ka maqan ma jiro. Sida awgeed waxaan ku nidhaahnaa dhallinyarta ama dhallinta halkan anan ku baraarujiyno insha allahu tacaala ku koray, inay markaa hadday arkaan sagadaalna insha allahu tacaala waan ka faahfaahin doonaa, hadday markaa ay arkaan cala sabiil mithaal in lagu dhibayo xijaabkii hablihii oo kale, raggii in islaamnimada lagu dhibayo, soonkan iminka aan ku jirno oo kale oo leeyahay itixaan baad leedahay afur sidaa yeel, ama in qofku ay mental maskaxda xanuunka uu kaaga dhaco oo kale, waxaasoo dhan waxa uu dawo ah. ihdina siraata almustaqiim siraata aladiina ancamta calayhim gayri almaqduubi calayhim wala adaliin, taasaa insha allahu tacaala u dawaa. Waayo waxaa xaq ah qofka aaminay ee kaga dhabeeya yaqiiniye si dhab ah inay tahay islaamnimadu hanuunka ugu wanaagsan wax ka maqani markaa ma jiro. Haddaba walaalayaal, ha qofka xaq ogaaday ee raacay, kuwaasi waa kuwa ugu awleysan in lagu tilmaamo inay yihiin markaa siraata almustaqiimka kuwa qaaday. Markaa wuxuuna shaki ku jirin qolada ugu horeysa soo galaysa ayna waa ayo waa nebi maxamed sallallahu calayhi wasalam, axsaan asxaabtiisi, hum awla annaasi bidalik. Nebi maxamed sallallahu calayhi wasalam asxaabtiisu waa kuwa ugu horeeya ee soo galaya weeye, calayhim asalaatu wasalaam. Idan aayaddan waxayna tusaysaa fadliga iyo manzilada ay leeyihiin saxaabadu, weynida ay weyn tahay, iyo darajadoodu sida ay u korayso, iyo alla subxaanahu wa tacaala qadarkooga sida u weynayay radiallaahu canhum wa ardaahum, ilaahay ka raali noqdo iyo ilaahay ka raali noqdee, ayaynu ka faa'iidaysanaynaa. Sidoo kale walaalayaal, haddaynu axad bicaynihi aynu soo qaadnana, qofka ugu horeeya ee soo galaya ee tilmaamaha soo galayaay waa abuubakar asadiiq radiallaahu canhu. Haa, abuubakar asadiiq wuxuuna ku soo galayaa culimmadu yidhaahdaan likamaali sidqihi wa tasdiiqihi, runtiisa run sheegitaankiisa oo yacni dhammaystirka ay dhammaystiran tahay run sheegitaankiisu iyo rumayntiisu labaduba. Yacni abuubakar waana nin run badan oo run sheegitaan badan rumaynna badan. Haa, sida ay nusuustu markaa u tilmaamayso. Idan haddaba abuubakar ilaahayaa ka raali noqdeen haddii uu noqday kuwaa ku tilmaaman ee aimadaa ku tilmaaman kuwa ugu horeeya safka haddii uu kaga jiro, haa, innaguna aynu leenahay rakacad walba oo suuratul faatixa aynu akhriyayno ihdina siraata almustaqiim siraata aladiina ancamta calayhim, ilaahu rabbigow nagu hanuuni, jidka toosan ilaahu jidka toosanna qaadsi, jidkii ay qaadeen kuwii aad ugu nicmaysay. Taasi markaa waxayna tusaysaa walaalayaal manzilada uu leeyahay abuubakar iyo kuwa raaca jidkaasi ee isaga kuwii raacana manzilada ay leeyihiin, iyo markaa kuwa ku dayda nebi maxamed sallallahu calayhi wasalam iyo saxaabadiisa, iyo jacaylka ay jecel yihiin abuubakar, haa, iyo
دعاء يعني ما دام أين لنا هاي الصلاة والبركعات والبأين كنا واقينه معناها منزلة أبو بكر أية المامسة. إذن أبو بكر وحويا وصحابي ويلأه والنبي الصحابي جيويا أو جعلاويا منزلتي سنوها السدا. هدبا سؤال با مركة هل كان إيمانيسا واتمركة أن أسو أروري هذا الكلام. فهل يعقل أن أحدا ما لغي يابا قف فهمي هذا المعنى معناه أن صور شيء ثم يلعن أبا بكر صورة قلمتها قف مسلم ما شيء جنيا وما لين والبط تضبش تضبي تونجير إن كبدا صلاة الدحذة كو أخرية وإلهي سدا برية ومعناها أجادي ما لغي يابا أبو بكر إن نعضله. جوابت ولا أو يراهض أبو بكر والطاغوت أما واجبت أكوت المامركة والطاغوت وأمد حد قدبي وحقق اللي حدا أكوت المامان. أما إن عمر كوت المامان سدو كلا إنه يها مركة الطاغوت مد بعض الطريق حق أن رأس إنه طريق بعض المركة رأسا. هذا بقول على يال أرن كاسي أرن صورة قلقة ماها. إذن مسألة ده سوى مسألة انتي آد يآدو مهيم أه مركة ضدك الصحابة ضعيدها الصحابة ضعاياي هذا الكوغ يا يسبرنيا دعاء أي كدو عي سنيا أي إله إليه إله ربك وطريقة وأبو بكر قاضي إله النقاتسي أبو بكر يا عمر نبي محمد يا أبو بكر يا عمر يا قاضي النقاتسي هذا نعضل يا مركا كوي ويدي سنيا هر أرن كاسي وأرن آد مركا خطرتي سلا مركا ها وأرن مركا خطر لمركا سيدو كلا وحين سوع العلنا ولا ليال سورة سورة الفاتحة قول كان أين لانها يا ربي اهدنا الصراط المستقيم ربي يونا قهنوني جدك توسم الصراط جدك أي قادين كوي أظن نعميسي وانا نهين كوي لو عرضي وأه كوي حق وقادي إن كدق من ومركا يهود قه ريسو إيا كوي لميت أي مركا نسارة أو قه ريسو هدبا ولا ليال مصورة قلبا قف سدا كد عين سنياي إنو هدنا شقدي سعي نقطه إنو حق الله دقالم حق أهل كيس إنو الله دقالم ولا ليال سوريا سورة قلميتها ما هي سورة قلماها ويدقن كيس أو نقطه كوا إلهي أو كما قال قالوا ليه إله كوا لنصن إحد قد بي إيه قال لماذا إيه الشرك اللي يمد إيه الليحي هدنا هدي أو الضريق هذا قادو أرن كاسي أرن هجاك سنويه ماها هدبا علماء واحد أهدان ها آوي هنونكي جدك توصل ما دام قفك أو قاضي جدك أو هيو معناه هنونكي ما هيو معنى هيدو هدبا آيات داني واحد نوت الماميسا وينكفى إيدي سنين من زلد أيليهين صحابة رسولك صلى الله عليه وسلم من هذا الوجه مركة دنكا لغت الماما ها إيو أبو بكر رضي الله عنه ها فضلك أوليه على سبيل الخصوص مركة مركة سجارة مركة لوت المامو. إذن آياتها كجرا سورة الفاتحة مراد كودو ها وامحي إلهي وحي نقربا مركة أين أخرين سورة الفاتحة معاني دا أين سوى شيئيني أين أفر يشان إيتوان حلقة دود أين كت الماني ولي بإن كلنا أي نو سو سعوتو أيا ولا ربا ولا ليال إن أنو مركا أو قف مركا أو تكنيو أو قلبي جيس أو كسو حاضريو ها إن مركا أي نو لما ينو فاتحة وحالا يدا هذا آمين سوما آمين تالا ليه هاي معنى هاي دو حويان استجب اللهم استجب إله ربك يو دعاء أنكو أبا أكبرني نجا أقبل أو نجا أجيب كم كان من ماها سورة الفاتحة بالإجماع ها بالإجماع يسول يسكو ولا الرأسين يعني وأنا عيد كهدنين يعني آمين فاتحة كم من ماها لكن ودعاء لو قد دعاء يستمر كان لآخر يا مركز سورة ده لنا ما يسترم ها معناه إذا نوام حي اللهم استجب إله ربك يو دعاء نجا أجيب إله ربك يو دعاء نجا أجيب وين هدنا سيدو كلا ولا ليال ها هل كان وحين شرع دونا إن شاء الله تعالى أين شرح دونا أما أين وحكورن دونا سكوبا ها فوائد
ku jirta markaa. Haddaba insaanku marka uu leeyahay ihdina siraata almustaqiim ihdina siraata almustaqiim siraata aladiina ancamta calayhim, ilaahu rabbigayow nagu hanuuni jidka toosan, jidkii ay qaadeen kuwii aad u nicmaysay. Haddaba xaqiiqada jidkani inuu yahay jid toosan aayaddaa horaa sheegtay ihdina siraata almustaqiim, sida aynu soo tilmaanay, aynu soo sharxaynay xalqadihii aynu soo dhaafnay, macnaheeduna waa maxay? Waa macrifatu lxaq walcamalu bihi, ha lagu baraarugo oo dhegaha ha la raariciyo. Jidka toosani waa maxay? Qofku inuu ku dadaalo inuu barto jidka toosan. Marka uu barto ee uu ogaado jidka toosanna, in markaa uu ku camal falo. Markaa qofku waxaa rabaa inuu ku dadaalo oo uu la yimaado waxyaalihii loo baahnaa oo dhan, wixii loo baahnaa oo dhan. Yacni eeg, waxaa loo baahan yahay cilmigii in la barto, duruusta la raaco, qofka uu ku dadaalo. Markaad ogaatana qof markaa inuu ku camal falo. Haddaba walaalayaal, qofka xaqa ogaada ee aan ku camal falin, kaasi ka mid noqon maayo asxaabu siraat almustaqiim, kuwa jidka toosan qaaday ka mid noqon maayo markaa. Waayo Allah subxaanahu watacaala wuxuu inoo bayaamiyey kuwii ka leexday, oo ah markaa kuwa loo cadhooday. Macnaheeduna ay tahay xaqii intay ogaadeen ayay ka baydheen Nabi Maxamed sallallahu calayhi wasalam, iyagoo og oo waxa weeyaan inuu yahay rasuulku sallallahu calayhi wasalam xaq, ayay hadalkiisii ay diideen. qur-aankuna markuu ka hadlayo wuxuu yidhaahdaa haa yacrifuunahu kamaa yacrifuuna abnaa'ahum, Nebi Maxamed iyo xaqa uu la yimiday waxay u og yihiin sida ay caruurtiisa u og yihiin, lama odhan sida ay naftooda u og yihiin. Waayo qofku naftiisa sannado badan oo ogeyn baa jiro looga sheekeeyo, laakiin ilmihiisu markuu dhashay og yahay. Iyagoo saa og ayay ka leexdeen. Ahlu dalaalkuna waa kuwa xaqa aanan baranin aslan, kuwa xaqa aanan baranba, aanan ogaanin ee fahminba weeyaan. Haa, waxay markaa ku camal faleen bilaa cilmi. Marka hal iska jiro, halkan waxaynu ka faa'iidaysanaynaa arrimo muhiima si looga badbaado kuwa loo cadhooday. Cilmigii in la bartaa loo baahan yahay laguna camal falo. Si looga badbaado kuwa lunsanna, waxaa loo baahan yahay cilmigii in lagu dadaalo, oo magaalo laga guuro, oo loo socdaalo, oo culimmadu marka ay akhriyaan, duruusta akhriyaan, la dhegaysto, oo waxa weeyaan loo saa lagu soo dadaalo markaas. Haa, si markaa aad uga baydho qolada lumsan ee waxba baran waayey, ee waxa weeyaan ku camal falay iyo cilmi la-aan. Markaa haddaba jidka toosan wuxuu noqday, maxaynu noqonayaa markaa sida saxda? Wuxuu noqonayaa walaalayaal, jidka toosan qofka xaqii ogaaday ee ku dhaqmay markaa. Sidaa awgeed waxaa loo baahan yahay inaynu walaalayaal jidka toosan aynu baranno raacnana. Marka aynu baranno een raacno, haddana maxaa laynooga sii baahan yahay? waluzuum siraat almustaqiim, iyo inaynu laasimno oynu ku sugnaano jidka toosan ilaa ilaahay aan la kulmayno. sidaa awgeed walaalayaal, waxaa laabudda ah qofka doonay haa inuu jidka toosan raaco laba shay inuu markaa uu xaqiijiyo: kow, inuu cilmiga saxiixa uu barto, iyo in markaa uu cilmiga uu ku dhaqmo, marka uu ku dhaqmana uu laasimo markaa. waayo walaalayaal, innaga waxyi naguma soo dego, waxyigu wuxuu ku soo degaa ambiyada calayhimu salaatu wasalaam.